هابي داي يا اختي، اليوم جبتك لاحسن مجازا هنا في مدريد. ايه احسن مجازة؟ ولا بغيتي تعرفي ديالي خليك مع الفيديو. المهم اختي، هاد المجازا هادي مختصين في الصوفا والكيمان والصالونات والديورات والى اخره. انا غدا نشرح لك الصالون ديالك، طلع لك في راسك. باغا تفقسي اعدائك وديري شي حاجه لهوت كام، يا سلام غادي تتواصلي مع تابيسيريا بالاس. الصراحة عندهم الألوان يا سلام، والخدمة هابي نايس، داكشي متقون ومخدوم. إيوا اسمحي لي يا أختي، سالينا من داك العصر ديال نمشي للمغرب نكوموندي على الصالون ونصوبو ونخلص عليه الزبابيل ديال الفلوس ويجيبوه لي حتى لأوروبا. لا أختي، مع تابيسريا بالاس غير عيطي لهم وتواصلي معاهم، وما غيجيو حتى لعندك أينما كنتي في إسبانيا، ويعبروا لك وياخدوا من عندك العربون ويوجدوا لك الصالون ويجيبوه لك حتى لباب الدار. أوفقسي لي السماويات الحقودات ديال صحاباتك. أختي بدلي بدلي، بدلتي الراجل، بدلتي الصالون والبيت الناس والكوزينة وإلى آخره. ايوا اختي، اللي نطولوه نقصروه، هذا عليا يا البنات. غادي نمشي يا اختي ونخليكم تتفرجوا في الفيديو. ما تنساوش غنحط لكم الكود ديالهم ديال الانستغرام للتواصل، دخلوا عندهم هضروا معاهم، يعطيوكم النمر ديال الواتساب وتفاهموا معاهم. ما تنساش تقولي لهم من طرف صاريكول باش يتعاملوا معاك زوين. وهي بيني وبينكم كيتعاملوا مع الناس كاملين زوين، ولكن الا كنتي من طرفي غادي يكون شويه ديال البروتوكول. ومن بعد ما شفتوا هادشي كامل، غادي نوريكم الكرسي اللي صاوبوا ليا بالنسبه للبيت اللي كندير فيه الخدمه، يعني البيت ديالي اللي كنصور فيه الفيديوهات. اجي تشوفوا. مستعدين؟ واحد جوج ثلاثه. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. شوفوا شحال زوين بهاد، وحسن المخدات غناخدهم ياك اخويا ديال هادشي. واو، ماشي من بعد نحيد الفيديو تحيد ليا المخايب. واش غنديهم معايا ولا غتحيدهم؟ غنديهم. واو، هانتوما خوتي بالمخاد بكل شيء.